هدرجة بدلجة حرموش غلموش مرهوش منتوش الله حي وحياة أمك لو وريكي شغل الحل حوش بتاعك ده جرى يا ست شوق ملك واخدنا على الحمي كده وفير على الآخر يا أختش بتلعبي بيا الكورة من ساعة ما شفتك وانت بتقولي لي كلام ما بيحصلش أعمل فيكي إيه يا ست شوق الحاجات دي ما تتخدش قفش كده ده شغل ارواح بسم الله الرحمن الرحيم حلهوش مرهوش منتوش لازم صبر ونيه صافيه وانا بقى اللي نيتي بني ان شاء الله يا ولية حرام عليكي هو انا حلت غنيه اسم الله عليكي يا حبيبتي هو في زيك ده انت ست البنات وزنت الستات وتطلعتي لحتي كده خلاص يبقى ركزي مع ام شويه راعي ربنا في الحجاب اللي بتعمليهولي خلي الدنيا تتحرك شويه بدل ما هي واقفه ومحجره كده يا وليه حرام عليكي ده انا اطلع لي حب الشباب خلصيني حطيتي الحجاب في المكان اللي قلتلك عليه لا ما قدرتش احطه في المكان اللي قلتلي عليه بس حطيته تحت المخده اللي بينام عليها بس ما حصلش حاجه ولا بيعبر امي قوليلي كنت طاهره ما انا طول عمري طاهره يا وليه خلاص هتلاقيه جاي للجالي ومتكعبل في عتبتك متكعبل ازاي بقولك بيعدي قدام باب الاوضه وكاني هوا تقولي لي يتكعبل هطلع له في الضلمه يعني وحط له قلب طوب علشان يتكعبل على وشه انت هتجنيني اهدي بس واسمعيني ما انت اللي بتقولي كلام يفور الدم يا حنطومه ده اختبار من فوق ولازم تبقى هده وتكني في اوضتك واستني هتلاقيه جاي لك مخبط على باب اوضتك مقدم لك فروض الولاء والطاعه وبادعي لي اوعي تنسي الاسم حنتومه سقسقه عشان الدعوه تجوز هات الكوز وسيب العجوز هات الصغير اللي محير اوعى وحياه امك لو ما حصل الكلام اللي انت بتقوليه ده اللي هكون مبلغه عنك بنفسي عارفه ده انا اللي هسلمك بايديا دول وساعتها بقى بيوريني الكوز بتاعك ده هيعمل لك ايه وفطره بفطره بقى الله حي ما تخلي مراتك تسيبها من حدوده حنتومه دي دولية نصابة واكلة بعقلها حلاوة هي بتفك عن نفسها شوية يا حاجة انت عارفة انها مقطوعة وملاش حد يطل عليها ولا ياخد حسها غير حنتوم مالك يا اخويا بقالك مدة كده مش عاجبني سهلت عليك العافية يا حاجة لا انا حلو طمني كويس اوعى تكون اتكدرت من الكلام اللي قلته قدام النوح انا مش قصدي صغارك لكن عايز اكبر خميس ما تفرقش يا حاجه كله محصل بعضه تبقى انت زعلان من كده او هزعل من ايه الله ما هي دي الحقيقه يا حاجه خميس هو المعلم محدش يقدر ينكر وهي بانت يوم ما سابنا بقينا في النازل وانا ما قدرش اسد مكانه ظهر ان انا كبرت وما بقتش حامل السوق ما تقولش كده يا ابو سنه ما اقولش كده ليه الله ما هي دي الحقيقه هننكر اللي ما يشوفش من الغربة اللي يبقى أعمى وبعدين يعني احنا هناخد زماننا وزمان غيرنا يا حاجة ده يبقى طمع حتى ربنا يخلي لنا خميس ويبارك لنا فيه ويخليك يا أخويا خليك مع خميس خميس من غيرك ظهره عريان وصدره مكشوف اوعى تخلى بيه في يوم من الأيام يا أبو سنة خليك في ظهر خميس علشان نرجع اللي فاتنا ونرجع تاني سياد السوق بقولك يا شوق انا في فكره كده بفكر فيها بقالي مده وشايف انها هتريحنا قوي فكره ايه دي اللي هتريحك بقول يعني ايه رايك لو لو ايه يا راجل ما تنطق يعني لو خدنا لنا بيت لوحدنا بعيد عن هنا ايه ليه ازاي هما مش بيقولوا شيل ده من ده يرتاح ده عنده او على الاقل انت تريحي دماغك من ضاويه وانا برضو دماغي ترتاح ما ينفعش مستحيل ليه بس وشك قلب ليه واحده في مكانك كان زمانها هتفرح مش تقول لي لا ما ينفعش ومستحيل عايزني اخليك تفرط في حقك عايزني اخليك تفرط في البيت اللي بنيته معاهم كتف بكتف الحمل اللي شايله على ظهرك بقالك سنين حتى وابنها المحروس في السجن ده انا بحبك وقلبي عليك شو
في حاجات كتير انت لسه مش فاهماها. خلاص فهمها لي. مش انا شريكتك؟ فهمني. والمثل بيقول القفه اللي بودنين يشيلوها اتنين. ده انا كتفي بكتفك. ولو لفيت الدنيا دي كلها مش هتلاقي واحده تحبك قدي. بس انت اطمن لي. اديني سرك. مش وقت اشوف. مش وقت. أبو سنة! كنت مسلم لها خدك ليه؟ مرتك جابشة في البيت وبتقول خايف على مصلحتك. ضاوية كل يوم تربيك شمالها زي الصفر اللي مالوش عازة. وتقول ده عهد بصمنا عليه. كل خطوة بيخطيها خميس في السوق لازم تبقى على رقبتك. وارجع اقول لي انسى يا خال، انسى. انسى ايه ولا ايه يا فندينا؟ انسى ايه يا ابن اختي؟ هو المعلم ابو سنه ماله؟ الله اعلم، وكل واحد اضرب حاله. اكيد الست شوق ورا اللي هو فيه ده. اصلها بصراحه صغيره عليه، ولا مؤاخذه عافيه. وهو يعني مطني اتسطلت ولا ايه؟ خفت عوم ها؟ هو يا زوز ما اعرفش الواحد يتفك معاك بكلمتين ابدا. عايز تتفك؟ عندك الزريبه ها؟ هي وصلت للزريبه. هات يا اخويا نفس. هات هات. ولو عايز تاكل عيش تخرس خالص. بس يا وليه يخرب بيتك هتفضحيني. والنبي والنبي واللي نبى النبي ما حاسبك لما اخد الحلاوه الكبيره. ليه يا وليه؟ ان شاء الله. بقول لك حج وساب لي الاوضه وعمل زي ما تكون عقربه ولدعته. امال لو كان بات كنت عملتي فيا ايه؟ ده شغل يا ست شوق، وانت ست العارفين. شغل ايه ده بقى ان شاء الله؟ بيتقى بيرمي رمش ويسحب رجل. عليكي بقى انت تستغلي الفرصه وتوربي الباب. يا حنتومه ده انا مفندقه الباب على الاخر. عايزاه بس هو اللي يدخل كده ويخطي. مش قلت لك انه هيجيلك وجالك صح؟ صح. أنا كلمتي ما تخيبش أبداً، حيجي وحيليه. عارفة يا حنتومة، طول الليل بفكر فيكي، بدعيلك. طلعتي قروبة. إيدك بقى على الحلاوة، إيدك على الحلاوة. طيب يلا حنتوش منتوش طربوش منفوش. الله حي. والله ما خسارة فيكي يا حنتومة. أسرعي أسرعي. خلاص حدوش منتوش طربوش منفوش. هات الجوز وسيبك من العجوز وهات الصغير المحير. الله.